توفي مواطن سعودي بعد تعرضه لحادث تصادم مروع قبل أيام في مدينة بيهج بالبوسنة والهرسك، فيما تعرض اثنين من مرافقيه لإصابات بليغة دخلا على إثرها العناية المركزة، فيما تابعت سفارة المملكة في سراييفو حالة المصابين وأمنت لهم الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى ترتيب إجراءات نقل جثة المواطن المتوفي إلى المملكة. ولمتابعة حالة المصابين ينضم معنا عبر الهاتف من سراييفو سعادة السفير السعودي في البوسنة والهرسك الأستاذ أسامة الأحمدي. سعادة السفير، سعيد بوجودك معي في حلقة اليوم ومساء الخير حسب توقيت الرياض. أهلا وسهلا وحياك الله يا أخي سمو. الله يحييك. المتوفى رحمة الله عليه، هل غادر جثمانه إلى الوطن أو إلى الآن؟ أولا أخي فيصل، إذا تسمح لي أود أن أتقدم باسمي واسم كافة أعضاء السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الصادقين، سألين مولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكن في جناته، وأن يمن على الأخوة المصابين بالشفاء العاجل إن شاء الله. حقيقة في صباح هذا اليوم تم نقل الجثمان الفقيد إلى المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله سوف يصل إن شاء الله بإذن الله مساء هذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. المرافقين سعادة السفير طمنا على صحتهم، ومتى تكون عودتهم؟ نعم. إن شاء الله. حقيقة المصابين الحمد لله يعني إن شاء الله الأمور هي مستقرة إن شاء الله، وحقيقة احنا بانتظار فقط السماح من الكادر الطبي المشرف على حالاتهم بنقلهم إلى سراييف إن شاء الله، من ثم نقلهم إلى المملكة العربية السعودية. لا يوجد عليهم أي مشاكل أمنية بعد الحادث سعادة السفير؟ إن شاء الله بإذن الله لا يوجد أي مشاكل. طبعا هو الموضوع حادث سير، حدث يعني بالقرب من مدينة بيهاج والتي تبعد تقريبا 5 ساعات عن مدينة سراييف، وفور تلقي السفارة للخبر حقيقة توجه بعض الزملاء من قسم شؤون السعوديين مباشرة الحالة، وكان حقيقة يعني عملهم مشكور بنقل الجثمان إلى مدينة سراييفو وإنهاء كافة الإجراءات لنقله المملكة، والحمد لله تم هذا الأمر. والآن إن شاء الله متبقي فقط إن شاء الله الأخوة المصابين اللي إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل، وحنا حرصين ومتابعين وموجودين الآن الأخوة الزملاء في مدينة بيهاج بمتابعة الحالة والبقاء في قربهم إن شاء الله حتى يتسنى لنا نقلهم إن شاء الله إلى سراييف قريبا بإذن الله. شاكرين لكم جهودكم سعادة السفير، شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة الأحمدي سعادة السفير السعودية في البوسنة والهرسك.